السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المناضل سعيد خليل المسحال أبو هشام، وهذا الجزء هو الجزء 19 من هذه المقابلة. تفضل عمي، يعني استأنف حديثك حول هذا الموضوع. فصار الآن من الجماعات اللي احنا حاطين عيننا عليهم انه يكونوا يعني على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يقول اللهم عز الإسلام بعمر. السلام عليكم. تفضل حجي. فإحنا كنا في شخصيات معينة نفسنا أنهم يكونوا من البدايات، يعني عليهم العين أنهم نشطين وأنهم وطنيين وأنهم ممكن إذا اقتنعوا يكون يعني بداية الحركة جيدة. فأنا وعبد الفتاح كتبنا ما يمكن أن يسمى مسودة البيان الأول، وبدأنا نتحين الفرص لإيصاله إلى ياسر عرفات وخير الوزير في الكويت قبل ما ننطلق في عملية التنظيم. في رحلة من الرحلات عبد الفتاح أخذ معه البيان وراح، ورجع فرحا ومعه البيان موافق عليه من الجماعة مع شوية تصليحات بسيطة هنا وهناك. وأيامها قالوا لنا أنتوا عندكم إمكانيات في السعودية إطباعوا، إحنا ما عندناش. أوكي، توليت أنا وعبد الفتاح مو طباعة هذا البيان على مطابع وزارة المالية والبترول بالليل، وإحنا التنين ما بنعرفش نطبع، فصرنا بالإصبع ندق حرف حرف أنقله ويكتب ينقلني وأنا أكتب، لغاية ما خذتنا ساعات لغاية ما خلصنا البيان اللي هو في صفحة واحد، وبعدين سحبناه على ستانسل وبعتنا للكويت حصة، وإحنا أخذنا حصة وبدينا العمل. كان ذلك في بعد منتصف سنة 1959. عندك نسخة من هذا البيان؟ لسوء الحظ والشيء المؤلم أنه هذا البيان اختفى من عندي. أنا عندي لي قصص كثيرة، يعني أنا حرقت أوراقي عدة مرات، فيبدو أنه كان حظه أنه حرق لأسباب سياسية طبعا هنيجي عليها إذا تم استمرينا في تذكر عم شو يعني فحوى؟ فحوى أنه إحنا ندعو الشعب الفلسطيني إلى التوحد حول قضيته، قضيتنا قضية الشعب واحد، يجب أن يكون لها ثورة واحدة، ونتمنى أن يكون مبادئها موجودة، يعني اللي مكتوب في البيان بقدر أجيب لك عندي لأنها تكررت في بيانات كثيرة فيها بعد. وأهمها أنه إحنا لا نتدخل في شؤون الدول العربية إلا بقدر ما ندافع عن أنفسنا إذا تدخلوا في شؤوننا، ونصر على عودة الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر، ونصر على وحدة الشعب الفلسطيني، ونصر على قومية المعركة، ويعني الأشياء الأساسية اللي لا نزال حتى الآن يعني حماس تبنتها ومعظم الفصائل تبنتها. يعني ما فيش فصيل ما بقولش بهالأشياء هذه، كونهم بيعملوا فيها وبيعملوش هذا موضوع آخر، إنما هي التي كانت الأساس لقيام ثورة وبدينا ننظم. فلما تيجي تنظم كنا يعني نخبويين، نشوف الواحد وندرسه عدة مرات أخلاقيا وسلوكيا وعائليا وسياسيا ووطنيا إلى أن نفاتحه. رغم أنتوا اثنين كنتوا ولا ثلاثة في السعودية؟
في السعودية اثنين بدينا، انت وعبد الفتاح. عبد الفتاح بعدين انضمنا في الحلقة، يعني الخلية الأولى لحركة فتح كانت تتكون من ستة، ياسر عرفات وخليل الوزير وعادل عبد الكريم في الكويت، كمال عدوان في القاهرة كان لا زال وهو متعاهد معنا يعني، وأنا وعبد الفتاح محمود. هذه الستة هي النواة الخلية الأولى اللي اتفقت على أنها تبدأ تتفرع. فكمال عدوان كان متولي العمل في وسط بداية في صفوف الطلبة، وعبد الفتاح وأنا في السعودية، وخليل الوزير وياسر عرفات في الكويت. بأذكر أنا عادل عبد الكريم وبعود بسكت عنه، لأنه عادل عبد الكريم لم يدوم طويلا وترك العمل في الحركة. إنما للتاريخ كان من الأوائل. بعدين احنا في السعوديه مثلا صار عندنا الخليه المتفرعه، في عندك معاز عابد، في عندك محمد العرج، في عندك سليمان ابو كرش، في عندك محمد جمعه، في عندك يعني بدينا ننتشر. والانتشار في السعوديه كان صعب لأنه إحنا في الدمام في المنطقة الشرقية، في عندك منطقة نجد ومنطقة جدة الحجاز ونجد، صرنا ندور واحد ونحطه. يعني كان محمد جمعة في الرياض، وأخذت لنا مدة لغاية ما صار لنا ناس في جدة. إنما كان امتدادنا الأساسي في المنطقة الشرقية. وبعدين سنة 62 أنا استقلت من السعودية ورحت على قطر، وشنطة كتفي مليانة منشورات، وبدينا التنظيم في منطقة الخليج. بديت في قطر وامتدينا إلى البحرين وامتدينا إلى الإمارات. مين في أشخاص عامة في قطر يعني مثلا صادفتهم؟ اللي بدأوا الخلية الأولى في قطر اللي أنا يعني أسستها، أنا المؤسس بتاع هذا التنظيم في هذه الأماكن، كان سليمان الشرفة، وكان محمد يوسف النجار، وكان عدنان حلاوة، بعدين انضم لنا محمود عباس، وانضم لنا رفيق النجشة، وبعدين صار التنظيم ما اجت سنة 68 له التنظيم 1500 نفر في الخليج في قطر، في قطر لوحده. يعني لغاية سنة 65 كان التنظيم حوالي 40. بعدها نما لغاية سنة 67 صار حوالي 400. بعد 67 قفز إلى حوالي 1500. هذا في قطر. بعدين في البحرين كان بدأ لغاية سنة 67 ما كانش فيه 12 أو 15، بعدين وصلوا إلى مئات. في خليج الإمارات أيضا نفس الشيء. مين كان يقود العمل في البحرين عميد تتذكر؟ اللي كان إحنا عيناه رئيس لجنة الإقليم، أول رئيس لجنة الإقليم كان الشيخ ياسين الشريف، اللي فيما بعد صار مدير مكتب المنظمة في قطر، وبعدين صار مدير مكتب منظمة في السعودية، وبعدين توفاه الله هنا في الأردن. في الإمارات تتذكر مين بلش؟
الله الأسماء صعبة على دماغي بس كلهم موجودين في الورق بس لأنه كانت الأسماء تظلها سرية ونبعدها عن دماغنا يعني تعرف. نعم. زمان كان عندنا سياسة إنه إذا أنت اعتقلت فرغ مخك من الأسماء حتى تحت التعذيب ما تعترفش، فما كناش حريصين على إنه الأسماء تثبت في مخك إن لم يكن إلك علاقة شخصية مع واحد وصعب تتذكره. تفضل. فالمهم هذا كان حال الثورة. بدي أركز شوية على بعض الأشياء اللي حدثت في الكويت. حدث انشقاق هذا قبل الانطلاق، قبل 65 حدث انشقاق، واتصل في ياسر عرفات ورحت أنا ومحمد يوسف النجار وحلينا المشكلة عندهم. بعدين حدث كمان مشكلة عندهم، نادينا ياسر عرفات، عملت له فيزا على حسابي باسمي وجبته على قطر باسم مزيف محمد عبد الرؤوف الحسيني، محدش بيعرفه ياسر عرفات، ونيمناه عند كمال عدوان في بيته، وصار كمال عدوان الحين موظف عندي. انا لما رحت على قطر جمعت، جبت معاز وجبت كمال وجبت عبد الفتاح، جبتهم عندي. ف يعني خلنا يقعد، كان ياما ياسر عرفات هو اللي ماسك كل أسرار الحركة العسكرية، فقلنا إذا صار لك حاجة تزبطش الحكاية، ومش عايزين إحنا تكون مفروضة الحكاية. فقعدناه هو محمد يوسف النجار لحالهم وخلناهم يعملوا two copies of the same notes، كل واحدة في جيبة واحد، حتى إذا واحد راح هو النوت بتاعته هذا في واحد موجود، ونبهنا عليه يعني تعاهدوا إنه ما يتواجدوش في مكان واحد يعني حتى إذا واحد انقتل الثاني ما انقتلش معاه. فهذه كانت البدايات. لما الحين إحنا بننشط وماشيين ومش واخدين بالنا من إنه بدها تيجي حاجة اسمها منظمة التحرير. ف اتصلنا بالشقيري، الشقيري اجى على قطر برفقة وفد سعودي كان جاي زيارة لقطر، هو كان صار سياسي سعودي مندوبهم في الأمم المتحدة. أنا قلت لك في الجلسة الفاضلة أنه لما رحت أنا على الجامعة العربية كان الشقيري كان نائب الأمين العام للجامعة العربية في هذه الأيام. المهم جلسنا مع الشقيري في قطر، شرحنا له انه احنا هيك 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 هذه حركة وهي. فايش كان رده؟ قال والله عمل ممتاز بس هذا عمل شبابي ماليش فيه، فتوكلوا على الله ويعطيكم العافية وأنا معكم قلبا وقالبا بروحي، بس شخصيا أنا إلي توجهات أخرى تخدمكم يمكن في مع الأيام. بس انتهينا الحديث معه. بدأ التحسس لتواجد حركة فتح. يعني أنا بتذكر أنه عملنا سنة الـ 63 اجتماع سري في القاهرة بين تنظيم غزة وتنظيم في الأردن، وصار لنا تنظيم في الأردن وتنظيم في غزة وتنظيم يعني تدينا وفي لبنان وفي سوريا. مين كان بالأردن عم مشهور ومعروف؟ اللي بعرفهم أنا اللي هو محمد غنيم اللي لا يزال الحين أبو ماهر، وابنه الحين ماهر غريب في السلطة، وكان المرحوم البنا ايش اسمه؟ صبري البنا. صبري البنا واخرين يعني كتار.
بس بدها واحنا بنسجل صعب انه يجي اساميهم انا. وانا اجتمعت معهم في الاردن في مقرهم في عمان فبعرفهم يعني. المهم احنا انا بحكي على مثل انه بدنا اجتماع في القاهره نحط على الطاوله اجزازة ويسكي وكاسات عشان لو دخلوا علينا المخابرات يفكرونا بنسكر وبنعربد فيسيبونا، والورق نحطه تحت الكرسي تحت الكنب حتى ما حدش يشوف الورق. ولما كل شوية تكون مثلا الشغالة بتدق الباب بصير نعمل ما احناش داريين مين اللي بدق الباب احنا الحين. فيعني كانت الحكاية. ولما كنت اجتمع مع جماعة في غزة كنا نجتمع في الكروم والبيارات برا البلد يعني. المهم يعني من ان كثير من المعاناة مرينا فيها. طب هذا الاجتماع السري اللي صار في القاهرة مين اللي حضروا؟ كانوا حاضرينه مندوبين عن اقليم غزة واقليم الاردن واقليم لبنان واقليم مصر واقليم قطر والسعودية الكويت والكويت بس مين انسى ما هي راحت عن هذه خلاص راحت اسمع الذكريات المهم يمكن يكونوا من الاسماء المعروفه بس انا ما بقدرش يعني انا لما بحكي اللي على طول بيجي في بالي بقدرش اكذب لك والف لك اسماء. ممكن اقول لك فلان وفلان وفلان فمش هذا مش هو المهم. سنة الأربعة وستين سنة الثلاثة وستين في آخرها طلبت أنا من الشيخ خليفة، الصراحة الشيخ خليفة وأخوانه وخاصة ناصر وسحيم ومحمد كانوا يعني متفهمين القضية الفلسطينية ومتعاونين معنا بينما كانت قطر تحت الانتداب البريطاني، وكانوا يعطونا مساحة للعمل فعلا يجب للتاريخ أن تسجل. فطلبنا منهم أنهم بدنا نعمل لجنة شؤون الفلسطينيين حتى يكون لنا ذراع علني نقدر نتحرك من خلاله. وعملنا انتخابات حتى أنه بتذكر أحد الشيوخ الأفاضل الشيخ ناصر بن خالد كان برضو من مؤيدين القضية الفلسطينية اللي قد كن له كل احترام، قال والله انتوا الفلسطينيين وصلتوا للانتخابات في قطر قبل اهل قطر. وفعلا لهالحين اهل قطر ما عملوش انتخابات، بس احنا من سنة 63 عملنا انتخابات في قطر وانتخبنا لجنة لشؤون الفلسطينيين. طبعا وراء هذه اللجنة كان حركة فتح، انما في ظاهرها كانوا الناس فاكرين انه الاخوان المسلمين. دائما لعنه الاخوان المسلمين كانت تلاحقنا لانه معظم في كثير منا من خلفيه من الاخوان المسلمين. المهم ففي هذه الاثناء طلعت منظمه التحرير الفلسطينيه. احنا يعني نؤيد المنظمه، سياستنا الداخليه كانت تأييد قيام المنظمه لكن رفض الاندماج فيها. ليش؟ لأنه المنظمة قرار من قرارات الجامعة العربية واللي بيصدر قرار بكرة بيلغي، فإحنا ما بنقدرش نضع نفسنا تحت طائلة هذا التهديد. بينما حركة فتح حركة شعبية فلسطينية عامة، فلذلك هي ملك للشعب الفلسطيني ولا يستطيع أحد أن يضعها في إطار محدد تحت قرار جامعة عربية. فإنما الحركة فيها بركة، ما دام في شيء مأيدات الدول العربية دخلنا نأيده ونخش فيه زي أي فلسطيني ثاني، بس ما نحطش حركتنا في قلبه. فلذلك أنا وقفت موقف مساند جدا لفتح مكتب للمنظمة في قطر
وأوحيت بحضور الشقيري إلى قطر. جاء إلى قطر، استقبلناه استقبال الفاتحين وفتحنا له بيوت الضيافة على عين الإنجليز. هذا الكلام سنة 64. فوجئنا وهو طالع بيسلمنا ورقة، قرار، أول قرار بإلغاء لجنة الشؤون الفلسطينية المنتخبة اللي هي هيأت له زيارته وظبطت له أموره. طب ليش؟ قال لي أنه خلص ماذا قامت المنظمة بدناش شيء يتعارض معها. طب يا أخي لو بدك من حيث اللياقة اجتمع فينا وانت قاعد بيننا واحنا قاعدين بنعشيك وبنغديك ويحكي معنا بنتفق، انما على الطيارة تسلمنا قرار حل يعني. فكان هذا من الاشياء اللي وجدت شرخ بيننا وبين الشقيري. رغم ذلك الكتاب اللي راح له للشقيري يرحب بفتح مكتب للمنظمة في قطر انا اللي كاتبه. كتاب راح له من الأمير، بس أنا اللي كاتب مسودته وأعطيها للأمير، والأمير هو اللي أمرني إني أستأجر بيت لمدير المنظمة وأستأجر مقر للمنظمة وأعفش له إياه وأشتري له سيارة، كل حاجة على حساب قطر أنا توليتها بنفسي وسلمتها لأول من مثل المنظمة في قطر وهو الشيخ عبد الله أبو ستة الله يرحمه، استشهد في حرب الأردن هنا الله يرحمه. فهذا يعني من الأشياء اللي عملت في قطر. وطبعا لجنة شؤون الفلسطينيين في قطر بعد ما انطلقنا ما عادهاش لازمة وماتت موت طبيعي. القرار الانطلاق لما وجدت المنظمة هنا كنا احنا سياستنا تقوية التنظيم، تقوية الاستعدادات العسكرية ثم الانطلاق. فصار الشقيري يشغب علينا، صار يصدر بيانات بالكذب في الشيشي ويصدر بيانات، فما عادش في وقت ان نضيعه. ولذلك اجتمعنا اقليم السعودية واقليم قطر، اجتمعنا على الحدود في منطقة اسمها سلوى في شهر اغسطس سنة 1964، وقررنا التسريع في الانطلاقة والانطلاق في أول سنة 65. وهذا القرار اتخذ. مين كان المجتمعين عام؟ المجتمعين كانوا أنا، سعيد المسحال، ومحمد يوسف النجار من قطر، ومحمد الأعرج، وعبد الفتاح حمود، وسليمان أبو كرش من السعودية. احنا الخمسة اللي كنا مجتمعين. وانتوا اللي قررتوا انه بواحد ست بواحد واحد؟ احنا اللي قررنا انه يكون في واحد واحد سنة 65. طب بقليم الكويت شو كان دوره في الموضوع؟ بلغ ووافق، بلغ ب انه قليم قطر وقليم السعودية يروا كذا فوافق. وأصبحت الموافقة هي الأقاليم الثلاثة الأساسية، هذه كانت أيامها. وبدأ الشغل عاد على عملية كيف بدها تصير الانطلاقة، وكلف ياسر عرفات بتدبير الأمور في المنطقة عسكريا عسكريا. وهكذا كانت الانطلاقة في واحد واحد. طيب يعني الانطلاقة كانت قبل أول مؤتمر لحركة فتح؟
يعني ما عقد مؤتمر قبل الانطلاق؟ لا ما عقد مؤتمرات حتى ذلك. يعني معناته ما كان في يعني خلينا نقول كان في اطار قيادي لا منتخب فيه. او لا 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 في كان اطار كان اتفاق بسبب ظروف التشرذم اللي موزع فيه القيادات الاولى. كان اللجنة التنفيذية للمنظمة اللجنة المركزية للمنظمة تنعقد بمن يحضر يمثل الإقليم، يعني مش بالشخص يمثل الإقليم. يعني إذا قدرت أنا لأسافر أمثل قطر، إذا قدر محمد يوسف النجار. ولذلك كان اللي يحضروا مش هم، يعني أنا شخصيا بقدرش أسهل لنفسي بسهل لغيري. يعني مؤتمر القدس للمنظمة أنا بعت كمان العدوان لأني أنا رئيسه في الشغل في الشغل، وأنا اللي سهلت له أنه يروح. بس أنا بدي أروح أقول للشيخ خليفة عن إذنك بدي أروح لاجتماع سري، ما بتزبطش. ولذلك كان الاجتماع بمن حضر، يعني ولذلك هنا كان قمة التفاني في خدمة القضية بعيدا عن الأنانيات الشخصية والعنعنات الشخصية وحب الذات وحب الظهور. وظلت هذه هي الحال نعم إلى أن وصلنا إلى تقريبا بداية 68 لما صار في المتحدث الرسمي وصرح وصرح والإعلام يجري ورانا. يعني اللي أنا هالحين بقول إنه الإعلام العربي الفضائيات عصر الفضائيات هو عصر الفتنة، الفتنة الأخلاقية والفتنة السياسية والفتنة المذهبية والفتنة العقائدية والفتنة الوطنية والاندلاق، كل هذا سببته الفضائيات والتلفزيونات. والله العظيم يعني أنا لما بشوف مثلا بيتظاهر في الأردن أمام مكان 10 ولا 15 بتطلع الأخبار في الجزيرة تظاهر أهل الأردن، وهتدبرها عاد اللي برا واللي مش شايف. طبعا احنا قاعدين في الأردن لا شايفين مظاهرة ولا شايفين هم. فالفضائيات يعني الآن في لبنان كل واحد في داره، في شيء في الشارع، لكن فضائيات فايعة وبتجيب كل واحد بصبح وكل واحدة جايبة واحد تذاكر عليه وتسأله أسئلة، ليش فلان ما عملش وليش فلان ما سواش وليش فلان ما ضاحش. يعني عملية تحريض على الفتنة وتحريض على حب الذات، أنا عمري ما سقطت في هذا المسقط صراحة. الحمد لله. ولذلك يعني أنت وين ما رحت لما تقول سعيد المسحال، مين سعيد المسحال؟ مش هينا احنا صرنا نحكي عنك. أنا لما رحت على قطاع غزة سنة 94 في الأيام الثلاث الأولى زارني في البيت أكثر من 10,000 نفر. لأنه في غزة بيعرفوني مين أنا، بس خارج غزة لأني أنا سري بطبعي. يعني لما بأقسم على السرية خلاص انتهى الموضوع. طبعا اجتمعتوا وقررتوا الانطلاق ب 1/1/1965 أو يعني إعلان الانطلاق. الانطلاق إنه هنعمل شيء يعني نبدأ. طيب كيف استقبلتوا هذا الحدث يعني كيف؟ أول في بتذكر جريدة الأنوار وكان رئيس تحريرها الشهيد المرحوم كنفاني غسان كنفاني، طلعت أعداء جمال عبد الناصر يظهرون على السطح
كانوا يعني احنا عملاء امريكا في المنطقة يظهرون على السطح، هيك كانوا فاكرين الناس. هذا اول ما فاجأونا فيه يعني باستقبال ترحيبي. طب ليه يعني هذا؟ لانهم كانوا يعني بتعرف انت كان هذاك الايام واحد بيقول لي يا اخي احنا في قيادة اسمها جمال عبد الناصر هي اللي تقود العمل العربي، اي خروج عن هذه القيادة يعتبر خيانة. كنا نقول له يا اخي جمال عبد الناصر بدوش يحمل الأمة العربية على كتافه، بده الأمة العربية تحمله على كتافها، بده الأمة العربية تنهض عشان هو يتحدث باسمها ويكون يقدر يعمل شيء. إنما احنا كلنا بدنا نصير مجرد جثث على أكتاف جمال عبد الناصر؟ احنا عندنا قضيتنا وبدنا نخدم فيها. وكانت في ذيك الأيام اسمنا عند جمال عبد الناصر اخوان مسلمين. سنة 67 كنا نبعث له من بداية من 65 صرنا نبعث لجمال عبد الناصر مراسيل. من اشهر هذه المراسيل كان رئيس تحرير اللواء عبد الغني سلام. كان يجينا يقول ان جمال عبد الناصر بيقول بدوش يشوفكم لانكم انتم اخوان مسلمين. لما صارت حرب 67 وصارت اعمالنا بعد 67 هو استدعانا وراح لوفد من ياسر عرفات وصلاح خلف واخرين، قال لهم شوفوا هاي ملفكم عندي لا تؤخذوني، فانا الملف اللي عنكم انه كلكم انه اخوان مسلمين اخوان مسلمين وحركاتكم وتصرفاتكم اخوان مسلمين، بس انا اقتنعت انكم انتم ثوريين وكويسين وبارك الله فيكم وانا مستعدين احط ايدي في ايديكم. واعطاهم سلاح واعطاهم دعم واعطاهم وبدا الدعم من الثوره المصريه بعد 67 بعد حرب 67. طب صلاح خلف كان برضه في الكويت عمو ولا؟ قصة إسلام صلاح خلف أو أو ردته على الإخوان المسلمين. صلاح خلف كان صديق جدا لعبد الفتاح، فصلتنا عليه عبد الفتاح، فكل شوية يقول له حل عني حل عني، لغاية ما إجا يوم قال له يا أخي ها تعال حلفني اليمين. فاللي أدخل صلاح خلف إلى حركة فتح هو الله يرحمه عبد الفتاح. وفي قصة مشابهة مع إنسان وطني ممتاز آخر هو فتح البلعاوي. فتح البلعاوي كان عندنا مفتش في دار التربية والتعليم في قطر، وهو كان رئيس رابطة المدرسين في غزة ومن الشخصيات الوطنية بس إخواني. في قطر ندعو يطنش، لغاية ما يوم قررت أنا وعبد الفتاح حمود إن نروح له عبيته بدنا نعمل فيه زي ما عملنا في صلاح خلف. فرحنا له عبيته وإحنا جالسين في خزانات زي هيك، قلت طب استنوا شوي. راح قال له جايب صفطة بقول هاي كل منشوراتكم عندي، أنا بعرف كل شيء عنكم وإحنا إنا جواسيس في صفوفكم وعارفين إيش بتعملوا وإحنا غيرانين منكم وزعلانين من الإخوان اللي مش راضين يعملوا زي ما أنتم بتعملوا. فأنا شخصيا هو بقول بوعدكم على وعد في إن جاي بعد شهور جاي الحج، وإن للإخوان المسلمين الفلسطينيين مؤتمر في خلال الحج للقرار لأنه قرر نعمل شيء. فوالله إذا قرروا يعملوا شيء أنا معهم، أنا معهم وباي باي وحلوا عنه. إذا ما قرروش أنا رح أتصل فيكم تليفون أقول لكم تعالوا حلفوني اليمين. فنقالوا حياك الله، شربنا الشاي عنده القهوة وروحنا.
وروح يا يوم تاع يا يوم بعد الحج بحوالي شهرين قال لي هاي بتصل بتليفون قال لي هات صاحبك وتعال حلفني اليمين الجماعة مش ناويين يتحرك. فروحنا وحلفنا اليمين وصار من أنشط الأعضاء في حركة فتح البلعاوي المرحوم فتح البلعاوي يعني نسميه أبو الوطنية. طب إيش معنى يعني حلف اليمين عمي؟ كأنه كان إشي أساسي عندكم حلف اليمين. طبعا كل عضو لازم يحلف يقسم على الإخلاص القضية ومبادئ وإلا هيك يعني سهلة سهلة صرنا عضو. بعدها يا أخويا صار ما هو إحنا بنحكي عن فتح القسم لذلك بنسميهم هؤلاء فتح القسم. إنما اللي بتشوفهم انت هاليوم تسمع عنهم هذول فتح العشم متعشم في وظيفة فانضم لحركة فتح أخذ وظيفة انضم لحركة فتح صار في مركز انضم لحركة فتح هذول فتح العشم اللي انت بتشوفهم واللي عملوا مؤتمر بيت لحم هذول فتح العشم. أما فتح القسم هذول فتش عليهم بتلاقيهم. طيب ليش سمتوا حركة تحرير الوطن الفلسطيني أو فتح يعني؟ أول ما بدينا نكتب ونقول كنا نقول حركة تحرير فلسطين ونقف. بعدين تطور صرنا نسميها حركة التحرير الوطني الفلسطيني. كلمة فتح كنا نكتب أن مجلة بتصدر في لبنان وكان يكتب الافتتاحية فلانة وعلان بس معظمها اللي كان مشرف عليها الله يرحمه خليل الوزير فكان يوقع باسم فتح. ثم وجدنا أنه هذا فتح حركة تحرير فلسطين مقلوبة بالصدفة اكتشفنا هيك فسمناها فتح صار فتح اسم المنظمة. بس في الأول كان مجرد توقيع زي ما أنا لما بدأت كنت في لجنة في الرابطة وكنا نصدر مجلة وكنت أوقع باسم أبو أسامة ثم اكتشفوا مين أبو أسامة فصاروا لدوني أبو أسامة وظلت أبو أسامة. طيب عمي بعد العملية الأولى تتذكرها العملية الأولى كويس هذول الشباب اللي عملوا العملية الأولى يعني كان ناس عرفت مسؤول عنهم بدرجة أساسية ومباشرة؟ هو إحنا لما بدينا ما كانش التنظيم العسكري مفرغ التنظيم السياسي يتكون من شخصيات موظفين مدراء مهندسين في البنوك في هنا في هنا كلهم إنما التنظيم العسكري إذا بدك تعمل بدك تحط لهم قاعدة بدك منفعش ما كانش هي ما ينفع فكان التنظيم العسكري تنظيم سري كل واحد في بيته شغله في شغله في بيته لما بدهم يعملوا عملية يتفقوا انهم يتلاقوا في مكان ما ويستلموا سلاحهم ويستلموا اوامرهم ويروحوا يعملوها ويرجعوا كل واحد يتخبى في مكانه فكانت بهذا الشكل. بعدين تطورت الى انه صار انها قواعد سرية في الاردن وقواعد سرية في سوريا. بعدين صار لنا مكاتب معلنة في الأردن ومكاتب معلنة في سوريا وطبعا كان نشاطنا صار علني وين مكان إنما النشاط العسكري كان برضو له طابع سرية خاصة إلى أن جاءت سنة 67 بكوارثها وأصبح الشباب يتغاووا بالسلاح في المدن وأصبحت كل الأشياء الخاطئة تحدث. أنا أحكي لك قصة في
جيت على الأردن هان كنا نيجي على الأردن بدون من سوريا نخش على الأردن على طول بدون جوازات سفر ولا حاجة. فشفت هالمناظر في الشوارع ما عجبنيش صراحة، مش شغل ثورة هذا. المهم كنا في اجتماع وطال لغاية الصباح وإحنا بننجادل في أمور كثيرة ومن جملة هذا الأمر، وبعدين أخذنا بعضنا عزمتهم على الإفطار في مطعم جبري في البلد تحت حلويات، فبدنا نفطر كنافة. فقعدنا في واحد كان الدنيا لسه الصبح بدري، هالصواني سخنة وموجودة وهذا حط الضيف في جيابه وواقف. طب يا أخونا ناديته، مش تيجي تقول لنا طلباتكم؟ صار يرج، بقول له ايش مالك احكي. قال انا صار مخصوم علي 20 دينار ماشي وانا فقير غلبان، بيجي ياكلوا بيطلعوا بدفعوش. قلت له مين؟ قال هذول الفدائيين. قلت له طيب، مسكت 500 دينار واعطته اياه، قلت له هذا عشان اللي فات واللي جاي، خذ يلا روحة. راح يجري جاب لنا دب الطاولة، أكلنا. قلت له قديش الفاتورة؟ قال لي ما أنت أعطيتني. قلت له لا لا لا، هاي طلعوا بتذكر حوالي 11 جنيه ولا 12 جنيه اللي أكلنا إحنا الخمسة، أعطته إياهم وأخذ 100 وروح. لكن ظل في مخي أنا ليش بيعملوا هالعمايل؟ المهم دعينا إلى اجتماع في درعا في صيف سنة 68 أعتقد، في شتاء سنة 68، كانت الدنيا برد وكان مندوب جاينا مندوب على القيادة، كنا احنا من الأقاليم وجاء مندوب القيادة أبو اللطف القدومي، كان لابس قلبك الروسي هذا. فالمهم أثناء الجدل اللي هو اللي بلف قلبك وبقول أنا بدي ألبس فهامة عشان أفهم إيش اللي بحكيه سعيد المسحال، أنا مش فاهم. قلت له أنت بدك تلبس فهامة عشان تفهم؟ أنا بحلف مليون يمين أنك فاهم قدي 100 مرة، بس أنت بدكش تفهم. في فرق بين اللي فاهم واللي بده يدعي انه مش فاهم عشان مصر على انه حاجة تظلها حاصلة، بس هتندم ندامة الكسعي، هتندم ندامة كبيرة يا ابو اللطوف قريبا. وهي اللي حصل. ايش اللي حصل في الأردن بعدها؟ فتصرفاتهم كانت في منتهى عدم المسؤولية وفي منتهى الاستهتار بالبعد الاستراتيجي والبعد الزمني والتفكير على المدى الطويل. كل هذه الحركات أهملوها هنا وأهملوها في بيروت وأهملوها في كل مكان إلى أن وصلوا لنا إحنا فيها الحين. للأسف الشديد إن الثورة اللي إحنا أسسناها واللي تعبنا فيها واللي صارعنا واللي حملنا كل الأعباء والسرية واللي السرية المحافظين عليها للحين ضيعوها، بدت يعني ما طولتش فترة طويلة. وهذا للأسف الشديد لما الواحد يقارنه بالتاريخ، إذا جد تاريخنا العربي كله هيك. طب يعني لما أرجع أنا بشوف انه قبل ان يموت الرسول اختلفوا وراحوا على السقيفة، وثم قتل عمر، ثم قتل عثمان، ثم قتل علي، ثم دمرت الدولة الأموية، ثم مليون ثم، لغاية ما اختفى العرب من التاريخ منذ 100 سنة الأولى من الدولة العباسية، اختفى العرب من التاريخ.
صارنا نسمع عن السلاجقة والبويهيين والعثمانيين والمماليك والأيوبيين وين العرب؟ إيش اللي خلاهم يختفوا من التاريخ؟ هو أنهم لا يستعملوا فكرهم الحقيقي، لا يستعملوا واجباتهم في التفكير الصح. يعني أنت مجبر على أنك تفكر صح. إذا اعتنقت مذهب أنه علي أنا مجبر أني أفكر صح وأتصرف صح وأخلص صح وأتكلم صح وأضمر صح، بيمشي كل شيء صح. وهذا اللي الآن إحنا صرنا مهزأة العالم. وين ما بتروح بدك تتهزأ على حدا عربي. طيب عمي، بعد إذن حضرتك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.